ايه يا حبيبتي كل ده؟ سوري يا حبيبي، اتأخرت عليك؟ لا من حقك تتأخري طبعا، ايه الشياكة دي؟ ميرسي. بس أنا مش قلت لك ما تخرجيش لوحدك تاني؟ ده خوف بقى ولا غيرة؟ الاتنين، الاتنين يا منار. هما الرجالة دول بياخدوا فلوس عشان ايه؟ عشان يحموكي. حسسني إن أنا أعدائي كتير وعايزين يتخلصوا مني. بعد الشر عليكي، محدش يقدر يقرب لك وأنت معايا. يا مجنون، الناس بتتفرج عليك. حاسة عندي حاجة مراتي. لسه. لسه ايه بقى؟ خلاص احنا مش خفينا وبقينا زي الفل واحسن من الاول كمان. انت شايف ايه؟ انا شايف انه كفايه قوي بقى كده. وانا برضو بقول كده، كفايه. انا عايزه افرح يا حسام، وكمان عايزاك تعمل لي فرحه.